على الهواء مباشرة من الإدارة العامة للمرور بمنطقة الشويخ زميل رائد الشمري. رائد، مساء الخير، كيف تسير خطة طوارئ الإدارة العامة للمرور على أرض الواقع، وأيضا ما هي استعداداتهم لموسم الأمطار؟ مساء عليك بالخير ومساء على السادة المشاهدين من خلال موجز الأخبار، واللي أكيد نتابع من خلال في تواجدنا في غرفة التحكم المركزي في الإدارة العامة للمرور. خطة دائما الموضوع من قبل وزارة الداخلية لمتابعة أكيد كل ما يستجد من خلال موسم الأمطار، أمطار الخير بإذن الله على بلادنا الكويت الغالية، واللي من خلال غرفة التحكم نتابع ونرصد أكيد الدور الكبير لوزارة الداخلية لتهيئة الأجواء ومتابعة الطرقات السريعة والفرعية في مختلف مناطق البلاد. سنتعرف أكثر عن الخطة الأمنية الموضوعة مؤكدا والمتابعة المرورية لتسهيل حركة المرور للمواطنين والمقيمين، مع ضيفي وضيفك في الجانب الآخر النقيب الدلح، الله يعطيك الصحة والعافية، النقيب عثمان علي الدلح ضابط التحكم في غرفة التحكم المركزي. نقول قواكم الله النقيب عثمان. نتحدث عن أكيد دائما من خلال موسم الأمطار تكون هناك خطة موضوعة لمتابعة كل ما يستجد مع أكيد الأحوال الجوية، نقول مع الأمطار إن شاء الله أمطار الخير اللي راح تكون إن شاء الله على البلاد. أول شيء الله يعطيك العافية أنت كذلك تلفزيون الكويت. طبعا الخطة الموجودة بشكل كامل سنوية المعتادين عليها بخصوص أمطار، إن شاء الله تكون أمطار خير علينا. طبعا لله الحمد احنا عندنا الكاميرات المراقبه بشكل دائم لايف على 24 ساعه تقريبا بجميع مناطق الكويت، وكذلك الطرق الرئيسيه الاهم عندنا الطرق الرئيسيه، كذلك عندنا اللوحات الارشاديه اللي هي الفي ام اس المتحركه، قاعد نوضح حق اخواننا المواطنين او مرتادين الطريق على سبب وجود حادث او في عائق مروري يكون موجود، سواء كثافه ماي بالشارع او اي شيء يعيق الشارع. عثمان ايضا نشاهد ونتابع ايضا هناك يمكن المراقبه بشكل مستمر لله الحمد، وتوزيع الدوريات يمكن في حال وقوع اي حادث لا قدر الله، لو تابعنا ايضا من خلال يمكن من يشاهد ويتابع ايضا في حال وقوع مثلا بعض الاشارات الضوئيه قد تحصل عطل ايضا يتم التعامل معها بشكل فوري. صحيح، طبعا عندنا احنا الان سيستم كامل بخصوص الاشارات غير الكاميرات اللايف. طبعا الدوريه سواء عنصر الدوريه الله يعطيه العافيه ما راح يكون على شكل دائم مركز على الشارع، سواء اذا طاف الاشاره تكون وراء. طبعا عندنا الان سيستم يبين لنا اذا في عطل، او ناخذ بلاغ من غرفه العمليات او يوصلنا بلاغ من اي دوريه، سواء الفنيين الموجودين عندنا هنا او اخواننا اللي موجودين اصحاب الاختصاص على هذا الجهاز يحاولون يحلون المشكله، او في عندنا فنيين يكونوا مواقع خارجيه متواجدين الان على 24 ساعه يفترون ولين احنا نوجههم يرغبون الاعطال. عثمان ايضا الحمد يمكن خبرات متراكمه اصبحت الان في غرفه التحكم المركزي بالتعامل ايضا مع الامطار. صحيح، طبعا عندنا لله الحمد طبعا دائما توصلنا الاخبار من ساده المسؤولين بخصوص والتنبيه دائما على اذا سبحان الله اذا نزلت الامطار وان شاء الله تكون الامطار خير علينا. طبعا المعتادين بشكل دائم بخصوص المراقبه المكثفه على الشوارع الرئيسيه، ابلاغ اخواننا الدوريات قائد الدوريه، طبعا الدوريات لهم دور الاكبر وحنا دور المساند، حنا اللي نشوف اللايف لكن الدوريه هو اللي تعامل بشكل مباشر، لكن توجيه كامل يكون منا احنا او سواء غرفه العمليات. عثمان رساله توجه اليوم للمواطنين المقيمين اللي بإذن الله من خلال في حال إن شاء الله يقول الأمطار خير راح تنزل، لكن أكيد في حال كثافتها في الطرقات. أول شيء إن شاء الله تكون أمطار خير علينا إن شاء الله باكر أو مثل ما هو متوقع اليوم بالليل. طبعا باكر عطلة رسمية للدولة، فما في أحد بيقول لك بتأخر على الدوام. حنا قاعد نشوف حوادث بشكل كبير، يعني على أشياء على سرعة على متأخر على الدوام ربع ساعة، باكر إن شاء الله يوم عطلة الكل يتريث سرعة الشارع، أتمنى تكون يعني ما تتعدى 80، لا الأمطار والشارع يكون منزلق بشكل كبير، أي خطأ من قائد المركبة راح يفقد نفسه وأهله يفقدونه. الصحة والعافية، كل الشكر للنقيب عثمان علي الدلح غرفة التحكم المركزي في الإدارة العامة للمرور العاصمة، والشكر موصول لرجال الداخلية بالمتابعة الفورية للمستجدات من خلال الطقس والأحوال الجوية اللي إن شاء الله تكون أمطار خير على بلادنا الكويت الغالية. أعود للاستديو واستكمال موجز الأخبار.
نعم رائد، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم عثمان علي الدلح، النقيب عثمان علي الدلح، وأيضا الشكر موصول لجميع العاملين في وزارة الداخلية وكل من يعمل في وزارات أو مؤسسات الدولة من أجل أن يكون هذه الأجواء جميلة وهادئة وأمطار خير وبركة على البلاد. شكرا جزيلا رائد.